مزيد من المتابعة والقراءة حول الملف الأوكراني الروسي، ضم إلينا من كييف الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني. دكتور رامي، بعد التحية أهلا بك على القاهرة الإخبارية. دعني أبدأ معك بالتصريحات الخاصة التي أدلى بها وزير الدفاع الأستوني إلى القاهرة الإخبارية منذ ساعة تقريبا. قال أنه لابد من مضاعفة التمويل المقدم من أوروبا إلى أوكرانيا إلى ما يصل إلى 2% من ميزانيات وزارات الدفاع الأوروبية، أي ما يقرب من 21 مليار يورو. هل ترى أن هذه الوعود، هذه التطلعات الأوروبية على الأقل من وزير الدفاع الأستوني، لها ما يقابلها على الأرض الواقع؟ يعني من شهر مارس أعلن الاتحاد الأوروبي مساعدة أوكرانيا بالقذائف، مليون قذيفة، والبارحة فقط يعني صرح مسؤول الخارجية للاتحاد الأوروبي أن هناك في نقص في الدعم لأوكرانيا، وهذا بالفعل يعني على أرض الواقع هناك في نقص في القذائف التي أوكرانيا بحاجة لها، وفي تأخير في تسليم هذه القذائف إلى أوكرانيا، وهذا يؤدي إلى زيادة المعاناة وإطالة يعني الحرب الموجودة في أوكرانيا. وبالتالي بالفعل يعني نطالب نحن كأوكران بالإسراع في عملية الدعم في هذه القذائف من أجل إنهاء الحرب، وإلا الحرب سوف يعني تمتد طويلا إلى فترة أكثر من ذلك، وهذا يؤثر يعني بشكل عام على الحياة في أوكرانيا. لكن ربما أوكرانيا كانت في البداية تطالب بعدد من المعدات العسكرية، الآن وصلت هذه المطالبات إلى F-16، وبالفعل حصلت أو ستحصل خلال حتى الربيع القادم على مثل هكذا الطائرات، حوالي 60 طائرة من طراز F-16 الشبحية. ما تطلعات أوكرانيا في مسألة الدعم العسكري المقدم لها من الدول الغربية ومن حلف الناتو؟ يعني أوكرانيا دائما هي شاكرة لأصدقائها الأوروبيين والأمريكان الذين يقدمون المساعدات، وهم دائما يعني الرئيس زيلينسكي هو يشكرهم، ولكن يعني أوكرانيا بحاجة إلى 160 طيارة، ليس فقط 60 طيارة، من أجل أن تتمكن أوكرانيا أن تسيطر على الجو في الأجواء الأوكرانية، لأن روسيا عندها طائرات كثيرة جدا وهي كل يوم تطير وتقصف الأراضي الأوكرانية، وإذا هذا السرب كان قليلا فهذا أيضا ليس بالعدد الكافي. يعني أنتم تقولون لماذا أوكرانيا تطلب كل هذه الأسلحة؟ الحرب التي تدور فيها المعركة هي مساحات طويلة كبيرة وشاسعة، وهي تمتد أكثر من 100,000 كيلو، وبالتالي بالنسبة للأوكرانيا يعني بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير. ولكن أوكرانيا تنبهت لهذه النقطة، الأوكرانيون اليوم وهذا ليس سرا يعملون على تطوير الأسلحة الأوكرانية التي هي بالفعل تقوم باليوم قص خطوط الأمداد وأماكن تواجد الجنود الروس في الأراضي المحتلة مؤقتا وحتى في الأراضي الروسية، حيث يتم هناك العمل اللوجستي للدعم الجيش الروسي. وبالتالي أوكرانيا عندها مصنعات، صار أصبح عندها مسيرات تصنيع أوكراني بامتياز، وهي اليوم تقصف القواعد العسكرية في عند روسيا. وبالتالي أوكرانيا هي تريد مساعدات وأيضا تعمل على تنمية الأسلحة وصناعتها في بلدها من أجل أن تكون في المستقبل قادرة. الرئيس الأوكراني يقول أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم وعادل في أوكرانيا دون استعادة شبه جزيرة القرم والدنباس وغيرها من الأراضي التي تحتلها روسيا. ما الخطوات الأوكرانية في هذا الصدد، خصوصا ما يتعلق بإمكانية استعادة شبه جزيرة القرم التي تصر روسيا على أنها أراضي روسية؟ يعني روسيا احتلت جزيرة القرم من 2014 وتم عمل فيها تصويت زائف وضموها إلى روسيا، وأيضا مناطق التي احتلت العام الماضي، وبالتالي هذه الأراضي أوكرانية وهذه الأراضي هي يعني دوليا معترف بأنها أوكرانيا. ما هي الخطوات التي تريدها أوكرانيا؟ أوكرانيا تعمل على الجانب السياسي والجانب العسكري. الجانب السياسي في هناك المبادرة الأوكرانية للسلام في حل مشكلة أوكرانيا وروسيا، وهذه المبادرة تم تقريبا أكثر من 70 دولة تم الموافقة عليها، والرئيس زيلينسكي يحاول أكثر إلى ضم دولا أكثر من أجل أن يقفوا معه في هذه المبادرة. والباب العسكري اللي هو موجود حاليا التي أوكرانيا تقوم به هو الهجوم المضاد وتحرير أراضيها، الذي يتم بحرفية وتقنية ومسؤولية كبيرة جدا عند الجيش الأوكراني. وبالتالي هذان المساران نعمل عليهم،
من أجل تحرير أراضينا من قبل الاحتلال الروسي. نعم، أنت تصف هذا الهجوم المضاد بأنه يقوم بحرفية أو ينفذ بحرفية ومسؤولية كبيرة، لكن هل ترى أن ذلك يتحقق بالفعل على أرض الواقع، برغم أن ربما الدول الغربية ترى أن الهجوم المضاد لم يكن كما كان مأمولا قبل بدءه؟ يعني المشكلة والمشكلة الوحيدة كانت في عملية الدعم بالنسبة للأسلحة. لو تم إعطاء الأوكران السلاح في البداية لكان الهجوم المضاد أسرع بكثير، ولكن تأخر إعطاء الأسلحة لأوكرانيا أدى إلى أن الروس عملوا تحسينات وخنادق ووضعوا الألغام وحقول الألغام، وبالتالي هذا يؤثر على عملية التقدم. هو يسير ولكن هو ببطء، ولكن يسير بحرفية. اليوم الجيش الأوكراني يحافظون على الروح البشرية للجند، وبالتالي هم يتقدمون بأقل خسائر، وبالذات أن الأسلحة التي موجودة في أوكرانيا هي غير كافية. إذا كان هناك هجوم مضاد سريعا جدا سوف تكون الخسارة أكثر، لأن الشخص الذي يدافع خسارته أقل بكثير من المهاجم، وبالتالي الأوكران لا يريدون اليوم أن يخسروا الكثير من الجنود، وبالتالي يعني الروس هم عددهم أكثر بكثير يعني، وبالتالي ولذلك هو بشكل حرفي وبخبرة عسكرية جيدة. نعم، وأنت تتحدث الآن أوكرانيا تنفي أنها قامت بهجوم بمسيرات على مطار بسكوف داخل الأراضي الروسية، وما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية منذ أيام أن أوكرانيا هي تتحمل مسؤولية عن هذا الهجوم. شكرا جزيلا للإتحال الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، شكرا لك على كل هذه القراءة والتفاصيل.